يعني هي السلايد دي بسيطة، هنبص شوية خواص كده شكل السنترال ليميت سيروم، الكلام اللي لسه قايلينه هنعيده تاني. دي الداتا بتاعت البيبيليشن يا جماعة، لو تخيلنا الديستريبيوشن بتاع البيبيليشن كان شكله عامل كده. فاتفقنا لو خدنا عينة من الديستريبيوشن بتاع البيبيليشن، السامبل بتاع عدد العينة كان 10، ورسمنا السامبل مينز فطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا بيسألنا سؤال بسيط كده، يقول لنا هنا كل واحدة، كل قيمة من هنا أو كل observation من هنا بتمثل لنا إيه؟ كل مكان هنا، المكان ده والمكان ده والمكان ده بيمثل ايه؟ هنا ده بيمثل ايه؟ القيمة دي. ده الديستريبيوشن بتاع المين. سامبلينج قلنا اتفقنا ان الناس بتقول عليه يا اما سامبلينج ديستريبيوشن يا اما المين سامبل سامبلز مين ديستريبيوشن. فده خد 10 10 الان بتاعته كانت بتساوي 10 وعمل التجربه اكتر من مره فرسم السامبل مينز ديستريبيوشن لان بتساوي 10. هو بيسالني هنا سؤال، هو كل اوبزرفيشن من دول بتمثل ايه؟ القيمه دي بتمثل ايه؟ مجموعه من المين صح؟ يبقى ده مينز بتاع مجموعه من السامبلز، دول كان مثلا 300 مرة طلعوا لي المين بالقيمة دي صح؟ وهنا مثلا 800 مرة طلعوا لي المين بيساوي القيمة دي وهكذا. رايت سكيوت، شايفين الدنيا مش نورمال قوي، رايت سكيوت شوية. حد عنده تفسير؟ ليه هي رايت سكيوت؟ مش احنا قلنا انها المفروض تطلع نورمال؟ الديستريبيوشن اوف مين قلنا المفروض يطلع نورمال، هنا الديستريبيوشن اوف مينز مش طالع نورمال. ايوه وايه تاني؟ الان 10 وايه تاني؟ لازم نحط جنبيها حاجه صح. الان 10 لا مالهاش دعوه بالمين والميديان عشان الان 10 صح. وايه تاني؟ شكل البيبوليشن رايت سكيود، فلو صح يبقى لو كان رايت سكيود البيبوليشن كان لازم احنا الان تكون اكتر من كام؟ من 30، ده الكونديشن اللي قلناه قبل كده. هنا بيقول لنا الفاريابيلتي بتاعت السامبل مين هل هي نفسها الفاريابيلتي بتاعت البيبوليشن ولا لا؟ تعالوا نبص كده، هنا احنا بنلعب حوالين من 15 لحد كام؟ دي 5 يعني مثلا 3. تعالوا نروح نبص على البوبيوليشن. البوبيوليشن كانت الدنيا فيه مختلف من كام لكام؟ شايفين؟ من 0 لحد 70 في داتا صح؟ بينما الديستريبيوشن اوف مينز الدنيا بتتغير حوالين ايه؟ فده معناه ان الفاريابيلتي بتاع السامبلنج ديستريبيوشن مالها اكتر ولا اقل من البيبيليشن؟ اقل. حسب ايه؟ تاني احنا عمالين نعيد نفس الكلام، اقل بحسب ايه؟ حسب ايه؟ ايه اللي هيأثر ان يخلي الديستريبيوشن ده يقل؟ السيجما بتاعته تقل او الفاريابيلتي بتاعته تقل، مش عدد السامبلز، سامبل سايز. ماشي، كل كلمه هنا عشان كده الامتحانات الاستاتستكس الناس بتتخض فيها، كلمه واحده بتاثر. ماشي، سامبل سايز مش عدد السامبلز.
هنا الان شايفين لما بقت 30 قربنا من النورمال ديستريبيوشن لنفس البوبيوليشن. الان 70 بقى نورمال اكتر. تعالوا نشوف الاكزامبل ده مهم جدا بقى. هنا بيقول لنا ايه؟ هنا بيقول لنا ان السامبل the mean of sampling distribution is ايه؟ 75%. المين اوف ايه؟ لازم الناس بقى تفهم كل كلمه بتتقال. المين اوف ايه؟ سامبلنج ديستريبيوشن، يعني انا عملت التجربه 1000 مره 2000 مره وطلعت المين اوف مينز، ماشي؟ مفهوم الكلام؟ فطلع 5.7. لو سالنا هو البوبيليشن مين هيطلع كام؟ في الغالب 5.75%، صح؟ كله موافق؟ هنا بيقول لنا الستاندرد ديفيجن بتاعنا بتاع السامبلنج ديستريبيوشن، ها بنسميه، اتفقنا ان احنا بنسموه في الحاله دي اسمه ايه؟ الستاندرد ايرور او الاس اي. يبقى دي هنقول عليها ميو ودي هنسميها اس اي، مالها؟ 0.75. هنا بيسال لنا سؤال بقى، which of the following is the most reasonable guess for 95% confidence interval for the true average number of basketball games، مش عارف ايه. ها نعم بي، مين تاني شايف انها بي؟ عندنا دايرة عند البي. ايه بي سي، ها عبد الوهاب قال انها بي. معدل ثقة 95، وعرفنا ان الميو بتاعتنا 5.75، كلهم فيهم نفس الميو، فخلاص يبقى القيمة دي مش مؤثرة عليا. اللي مؤثرة عليا دول كلهم مضروبين يا اما في 1 يا اما في 2 يا اما في 3. ها بي بي بي، انا عارف اللي قالوا بي عشان اقول لهم بي ليه، فكل واحد قال بي هيقول بي ليه. ها ها ها، مفيش حد عايز يقول بي؟ ادام بي ادام بي ليه يبقى مش عايزينهم. ها مين تاني بي؟ مفيش حد عايز يقول حاجة تانية غير بي؟ طيب عبد الوهاب أول واحد قال. يعني كل الناس فاهمة الكلام اللي قاله عبد الوهاب؟ كل الناس فاهمين؟ يبقى الاثنين دي هي الزد ستار بتاعتنا. لو احنا الناس فاكره الزد ترانسفورم، سوري الزد ديستريبيوشن، فالزد في الحاله دي بتساوي 2. امتى؟ لو الكونفيدنس او الانتجريشن تحت الكيرف الستاندرد 95%. ده معناه ان احنا لو عايزين 99 هنختار قريب من الثلاثه تقريبا. نمسح الكلام ده تاني ونحاول نفهم تاني ايه اللي حصل. السؤال تاني بيقول ايه؟ Which of the following is the most reasonable guess for؟ ايه هو اكتر حاجة reasonable منطقية؟ الرينج بتاعنا الريزونبل بمعدل ثقة 95%. هي الداتا دي لو جينا رسمنا الديستريبيوشن اوف مينز هيطلع شكله عامل ازاي؟ اتفقنا انه هيطلع نورمال ديستريبيوشن، صح؟
كلنا موافقين ان ده هيطلع نورمال ديستريبيوشن. ماشي. تاني ده اسمه ايه؟ السامبلينج ديستريبيوشن. المين بتاعه بيساوي كام؟ هو نفسه بتاع البيبيليشن في الحالة دي 75. ومديني السيجما او الستاندرد ايرور هنا، هو مديهولك الستاندرد ايرور ده احنا كنا سميناه، قلنا معادلته بتساوي ايه؟ الستاندرد ايرور، نعم، سيجما على جذر ان. هو ريحني واداهوني بقيمه على طول وما ادانيش، ما طلبش مني ان احسبه، اللي هو 0.75. الرينج بقى لا زي ما اتفقنا، هو احنا لو 100 واحد مننا راحوا عملوا التجربه دي هيطلعوا المين في رينج كام؟ لو 100 واحد مننا راحوا عملوا التجربه دي هيطلعوا المين في رينج كام؟ اللي هو 95% مننا هيطلعوا في الرينج ده، اللي هو المساحه تحت الكيرف بتساوي 0.95. يبقى لو عملنا التجربه دي 100 مره هيطلع لنا 95 مين وزن الرينج ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو 2 سيجما. هو ده المقصود بمعدل الثقه. نقولها بقى بطريقه عكسيه، الناس تركز قوي. رحت انا خدت عينه، انا عندي الديستريبيوشن ده قدامي اهو، ماشي، واضح الديستريبيوشن ده قدامي والسيجما ستاندرد ايرور موجوده معايا وكل حاجه، ورحت خدت عينه. انا مش شايف طبعا كل التفاصيل دي بتاعت البوبيليشن، ما دي عملنا التجربه 1000 مره، بس انا عايز اعمل التجربه مره واحده بس، صح؟ يعني انا لو عملت التجربه 1000 مره هقدر ارسم الكيرف اللي احنا شايفينه ده، بس انا مش هقدر اعمل التجربه 1000 مره، انا عايز اعمل التجربه مره واحده بس. فرحت جايب عينه مكونه من 1000 واحد وطلعت مين، فانا تخيل كده ان هو طلع هنا المين بتاعي. اقول بقى الرينج بتاعنا فين، الرينج بتاع المين الحقيقي هيبقى موجود فين؟ تفتكروا اقول الرينج بيساوي كام؟ اقول تاني، انا ما عنديش كل المعلومات دي، انا دلوقتي عايز اعمل ريسيرش، عايز اعمل بحث معين، وعايز اقول يا جماعه الناس في بنها باطوالهم طول معين، فروحت جايب 1000 واحد وقست اطوالهم، وبالصدفه انا كان عندي الستاندرد ايرور، مش مهم حسبناه ازاي، فقست ال 1000 واحد فطلع الطول قيمه معينه، خلينا نشتغل بنفس الرنجات اللي هنا، فطلع الطول مثلا 6، اي حاجه اي يونت. اقول الرينج كامل اللي فيه الاحتمال الحقيقي للقيمه الحقيقيه بتاعت البيبيليشن الاصلي، اقول الرينج كامل، اقول 6 بلس ماينس كام تفتكر؟ لو انا عايز ابقى واصل بنسبه 95% ان القيمه الحقيقيه وزن رينج معين، الرينج ده يبقى كام؟ ها؟ 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 الناس قالت اصطلحت بقى ان هات المين بتاعك ده وبلس ماينس 2 سيجما. ليه؟ لان انا بنسبه 95% انا واقع في الحته دي، صح؟ اي قيمه هاخدها تبقى في المنطقه دي، كلنا موافقين؟ يبقى انا لو خدت جبت حسبت المين بتاعي وقلت لك ان القيمه الحقيقيه هي وزن الرينج 2 سيجما من هنا و2 سيجما من هنا، مش الكلام بتاعي ده كده صح؟ خلي بالكم انا مش عارف العينه بتاعتي انا هنا ولا هنا، ما انا ممكن اكون العينه اللي خدتها تجيبني الناحيه دي، فعشان كده الناس بيصطلحت بقى بالطريقه دي. تشتغل ازاي؟ خد عينه 1000 واحد وطلع لي المين بتاعها، وعايز تحسب الرينج اللي فيه القيمة الحقيقية بتاعت البيبيليشن، تحسبه ازاي؟ قال لك هو الاكس بتاعتك، المين بتاع الاكس بتاع العينة اللي انت خدتها بلس ماينس 2 سيجما ستاندرد ايرور. والاثنين دي ممكن نغيرها بس ده حسب الكونفدنس ليفل اللي هو كام؟ 95%. ها اللي مش فاهم يرفع ايده. اللي عايز نعيد يرفع ايده. خلاص؟ يبقى أي واحد فينا هياخد عينة 1000 واحد حسب المين بتاعها كويس، عارف يحسب المين، لازم يحسب الستاندرد ايرور. هنشوف هنحسب الستاندرد ايرور ازاي او السيجما. لو عرفنا نحسب الستاندرد ايرور نضرب في 2 يبقى معدل الثقه بتاعنا 95، وده احنا واثقين بنسبه 95%. ها
ان البوبيوليشن الحقيقي وقع فين في الرينج ده، صح ولا مش صح؟ كله موافق؟ كله موافق؟ وده نسميه كونفيدنس انترفل. تعالوا برضو نشوف احنا فاهمين. هنا مديني الديستريبيوشن بتاع الايه، بتاع البوبيليشن اللي هو اللي فوق ده، المين بتاعتنا بتاع البوبيليشن كانت 10 والسيجما ب 7 بتاع البوبيليشن. احنا بنتكلم على البوبيليشن، والرسمه بتاعت البوبيليشن اهي، الديستريبيوشن بتاع البوبيليشن اهي. اول سؤال بيقول لنا سنجل راندوم سامبل اوف 1000 بيت اوبزرفيشنز فروم ذيس بوبيليشن. يبقى انا رحت خدت 100 واحد من البوبيليشن ورسمت الديستريبيوشن بتاعه، هيطلع مين في دول، ايه ولا بي ولا سي؟ ده البوبيليشن الاصلي اهو، الميو بتاعته ب 10 والسيجما ب 7. دي ورقه غياب، تعملوا ورقه غياب هاتيها. طيب رقم 2 بيقول لنا السنجل راندوم سامبل، يبقى لو احنا خدنا من البوبيليشن ده 100 واحد ورسمنا الديستريبيوشن بتاعه، تفتكروا هيطلع مين في دول، ايه ولا بي ولا سي؟ بي. ها اللي شايف انه بي يرفع ايده. بي. بي ثلاثة بس، بي بي. ليه بي؟ طيب عشان هي رايت سكيوت زي ما دي رايت سكيوت، صح؟ ففي الغالب احنا اتفقنا ان العينه بتاعتي بتطلع علينا ديستريبيوشن قريب من الايه، من البوبيوليشن. لو العينه متاخده بان كويسه ومتاخده راندوم واندبندنت، فبتطلع حاجه قريبه من الايه، من البوبيوليشن، ففعلا طلع رايت سكيوت. ثلاثة، the distribution of meat sample means، شايفين المسميات؟ ما تتلخبطوش بقى. meat sample means from random sample with size 7. يعني عملنا التجربة 100 مرة، ها؟ وكل عينة كان حجمها كام؟ 7. ها؟ ايه ولا بي ولا سي؟ ها؟ الان بتاعتنا السامبل سايز ب7 وعملنا التجربه 100 مره، شطبنا على البي. ها حد بيقول ايه؟ طب يلا ايه وسي. ها ها يا جماعه، ها الان ب7 ايه؟ ايه ليه قلت ايه؟ طيب صح، لان اتفقنا ان لما يكون رايت سكيوت كده كان المفروض الان بتاعتنا مالها اكتر من 30، ففعلا المره الاخيره كتر الان بقت ب49 سامبل سايز، فقربنا خالص من النورمال ديستريبيوشن. ولما كانت ال n ب7 بعدنا شويه عن النورمال ديستريبيوشن، الرايت سكيوت اثرت علينا بتاع البروبيليشن، اثر علينا شويه. ماشي كده؟ كده قربنا نفهم السنترال ليميت سيرم كويس.